وقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تركيا مذكرة تعاون مع الهلال الأحمر التركي تقضي بتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري مقابل 2 مليون دولار. الاتفاقية التي وقعت على الحدود السورية التركية بين مدينتي كليس التركية وإعزاز السورية تهدف الأمم المتحدة منها لزيادة تسهيل عبور القافلات الإنسانية وتحديدا إلى ريفي حلب وإدلب، الأمر الذي سيوفر الخدمات الأساسية ل5 ملايين سوري من مواد غذائية وطبية ومياه الشرب وغيرها. نحن نساندهم منذ سنوات عدة في عمليات الهلال الأحمر التركي لتمرير المساعدات عبر الحدود، وهم يقدمون خدمة لا تقدر بثمن، لأنهم يسهلون علينا مرور عشرات الآلاف من الشاحنات كل سنة عبر الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ عدد من الأسر في سوريا. هذا المشروع يدعم الملايين من الأشخاص في سوريا مثل إدلب وحلب عن طريق تقديم الطعام والماء والمساعدات الطبية والتعليمية والمأوى ومواد أخرى غير غذائية. نحن نقدم المساعدات لما يقارب 5 ملايين شخص في سوريا. هذه العملية تكلفنا ما يقارب 1 مليار دولار سنويا، وهي تقدم الخدمات الأساسية مثل العناية الطبية وتوفير مياه الشرب والحماية والتعليم وعدد من الخدمات الأخرى للحفاظ على حياة النازحين.